أول شيء ترامب ونزل بالقاعدة هذا غصبا عني وعنك، لأنه هذا هو اللي سقط دولتك وسلمك، إيه سلمك الحكومة لك، ولا مو أنت يعني، مو أنت صباح لقيلي أقصد ذلك تولى المسؤولية. هذول أما ترامب مو عراقي سلم لي، ليش ما سلمت لك أنت؟ أنت مو عراقي السادة تدخلون بهاي المعارضة. أنا ما عندي مسؤولية سيد، أنت يعني أنت مو عراقي، شنو جنسيتك أنت؟ أنا قاتلت الأمريكان عندما كان عندي قدرة أقاتل الأمريكان، بس أنت عاد تضحك مو أنت، فصائل المقاوم اللي تابع الحرس الثوري اللي القائد ما لقاني اللي هذا إبراهيم رئيسه هو مرجع محلل سياسي يتحدث وجهة نظري. لا تخلط الأوراق، أنا قاعد أتحدث، أنا عراقي وغيرتي تتحرك من يجي احد ينتهك، مو تقول ترامب جنجي ينزل بالاراضي العراقيه بدون تحدث في وطنيه بجواز. اذا ما عندك وطنيه الكلام هذا مشكلتك انت، انت تحدث يعني مع الاسف مع الاسف سيدي، شنو قياس الوطنية عندك؟ انت قياس الوطنية عندك شنو؟ انا راح انهي الحلقة، شنو قياس الوطنية عندك؟ انه اصير تابع لايران، راح انهي الحلقة، انه اروح اتبع ايران وابوس ايد على خامنئي هي الوطنية عندك؟ على ما ينتهك سياسة العراق كله وانطي هدية لايران سيد مؤيد، ما عندنا علاقات بيننا وبينهم، ما عندنا مشكلة وياهم، ما عندنا مشكلة. سيد مؤيد أريد أنهي الحلقة لأن هذا الجدل بصراحة احنا مشكلتنا ويا أمريكا، هذا الجدل ما راح يوصلنا الحل. موضوع حلقتي هذا اليوم، هسه ينجح الرئيس الإيراني في تعزيز العلاقات الدولية وأيضا علاقاته مع العراق أمنيا اقتصاديا تجاريا؟ جاوبني، أريد أختم وياك سيد مؤيد. لا مستحيل، هذا الرجل من السي في ماله راح يعقد كل ما موجود حاليا راح يتعقد وسيسوء اكثر فاكثر. الحروب بالمنطقه ستشن والمنطقه ستكون على صفيح ساخن جدا مع هذا الرجل ابراهيم. انا هاي توقعاتي، وراح تشوفون الحكومه راح يشكلها، راح تشوفون تابعا الحكومه راح يشكلها من اي نوع، وانتم راح تشوفون ايش راح يصير. نعم، شكرا جزيلا.